نبتدي جولتنا مشاهدينا مع البراكين. هذه الظاهرة الطبيعية الموجودة في دول عدة والتي تأتي أيضا بأنواع وخواص مختلفة، من أكثرها تفردا هذه البراكين الطينية الموجودة في رومانيا. البراكين الطينية تحدث نتيجة لثوران الطين وأيضا المياه والغازات الجيولوجية. يوجد حول العالم 700 بركان طيني تقريبا، يقع نصفها في أذربيجان، وفي أوروبا يمكن العثور عليها في إيطاليا، بلغاريا ورومانيا. ولكن تلك الموجودة في رومانيا واللي بنشاهدها الآن تعتبر أكبر براكين طينية نشطة في القارة الأوروبية. الغازات الجيولوجية بالثور من على عمق 3000 متر من القشرة الأرضية وصولاً إلى السطح، وتظهر على الأرض على شكل براكين صغيرة بارتفاع بيتراوح ما بين متر إلى مترين. ونجد الفقاعات الغازية بتنتج من فوهة البراكين الصغيرة والأرضية الجافة المحيطة، وأيضاً هذه التشققات اللي بتشكل قشرة الأرض وكأنها جذور متشعبة لأشجار. كل ذلك بيعطيك انطباع أنك هبطت على كوكب مختلف. تعد الهند مكان ثري بالثقافات المتعددة والمغامرات المختلفة، خاصة تلك التي تتعلق بالأنشطة اللي بتتطلب مجهود جسدي، منها مثلاً التسلق. ووقفتنا الثانية راح تكون حصن هاري هار الموجود في ولاية مهار أشترا الهندية. تعد هذه الولاية ثالث أكبر ولايات الهند من حيث المساحة، وهي بتستقطب عدد كبير من سياح الداخل والخارج، وهذا الشيء بسبب امتلاكها لعدد كبير من المواقع التراثية منها هذا الحصن. تم إنشاء حصن هاري هار خلال حكم سلالة سيونا عام 1187، يعني تقريباً أكثر من 800 عام. التجربة بتتضمن صعود سلم ضيق جداً عرضه ما بيتسع إلا لشخص واحد، ويبلغ ارتفاع التل 1000 متر تقريباً. وإذا عدنا للتاريخ، فالسبب الرئيسي لإنشاء هذا الحصن هو حراسة طريق التجارة غوندغات، ويعد هذا المكان اليوم من أقدم المسارات في العالم، وبيجذب محبي المغامرات الصعبة واللي بتتطلب أكيد الصبر والتوازن. وإلى غرائب المخلوقات، حيوان يتميز بكونه مهندس بارع، بيصمم ويبني السدود، وهو لم يتلقى أي تدريب على ذلك، هي فطرته اللي خلته بمستوى عالي من الذكاء والخبرة. أتحدث عن النورث أمريكان بيفر أو القندس الأمريكي. القندس حيوان من الثدييات من رتبة القوارض، ويعد من أكبر القوارض المعروفة في العالم. يعيش على ضفاف الأنهار والجداول والبحيرات الكبيرة، ويقوم ببناء سدود من الفروع والأحجار والطين، ويمكن أن يصل طول السد اللي بيسويه هذا المخلوق 3 أمتار، لذا يطلق عليه مهندس السدود. القندس بينحت الشجر بأسنانه حتى تسقط الشجرة فوق المجرى المائي اللي يريد أن يسده، وينشئ عليه سد بينقل الخشب زي ما شفنا قبل شوي بأسنانه من مكان إلى آخر حتى يبني منزل متكامل بيشبه القلعة، ويتم تشييدها من جذوع وأغصان الأشجار والصخور اللي بتلصق كلها مع بعضها البعض بواسطة الطين. ويؤدي القندس معظم العمل بأسنانه، وبيجلب الطين من قاع النهر بحمله بالأكف الأمامية على صدره. ولهذه العملية فوائد رائعة بتنعكس على البيئة وبتقلل حدوث الفيضانات. توجد القنادس في شمالي أمريكا باستثناء معظم ولاية فلوريدا وجنوب غرب الولايات المتحدة ووسط وجنوب المكسيك وأقصى شمال ألاسكا أيضاً، ويعتبر الحيوان الرسمي لكندا.